بطولة خليجي 23 حيث انطلقت اليوم مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 23 والتي تقام في الكويت في الفترة من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 من يناير المقبل. ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية مع شقيقه الإماراتي وهي المباراة التي ستقام بعد قليل على أن يخوض منتخب الكويت مستضيف البطولة مباراة قوية في 7 مساء مع منتخب عمان. تقدم الاتحاد العماني لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب اعتماد خسارة الفريق من الإمارات بهدف دون مقابل في خليج 23. وأوضح الاتحاد العماني أن هناك خطأ إداري بسبب مشاركة اللاعب محمد أحمد لاعب المنتخب الإماراتي في المباراة رغم حصوله على بطاقة حمراء في مباراة أوزبكستان الودية وكان يجب إيقافه. وشدد الاتحاد العماني أنه تقدم بشكوى للجنة الفنية لبطولة خليجي ولكنها رفضت طلبه واعتمدت نتيجة المباراة.